وكمان يا جماعه يعني في ابحاث بقى، يعني بعض العلماء عملوا شويه ابحاث كده برضو على الاطفال، الاطفال اللي هو لحد 6 سنين برضو ده داخل فيهم الغيره بشكل كبير جدا. الغيره ممكن يعني بدايه من 6 سنين، ممكن مثلا الطفل يغير على مامته جدا جدا من باباه على فكره، والعكس صحيح. هو كنا بنقول لا مش وهو كبير، لا والعكس، لا والعكس صحيح، هو صغير تمام، هو صغير يعني بتلاقوا دايما ممكن اطفال لو الاب والام مثلا يعني ماسكين ايدين بعض فتلاقي الطفل هو جاي لا يعني ويحضن ويحضن مامته، والعكس لو بنت مثلا شافت تروح لباباها نفس القصه. فهي مشاعر ربنا خلقها فينا طبعا، بس احنا هنا بقى ازاي يعني ممكن نوظفها، لا تروح في حته مش لطيفه خالص، لا حقد ولا قدر الله كمان حسد والكلام ده كله، يا اما تعمل جواك حاجه داخليه كده ان انت يعني تحاول ان انت توصل للحاجه دي وتحفزك بشكل احسن وافضل. وموضوع الحيوانات برضو نفس الكلام، خلي بالك يعني مش لازم برضه يبقى عندك 2 مثلا من والله العظيم ولا سيمبا بيتخانق معايا بالنونوة بالنونوة والله انا ما بتكلمش تليفون عشان يجي بيتخانق. حاضر يا حبيبي انا انا عايش علشانك اصلا يعني، الحمد لله ربنا يخليهم يا رب. المهم يعني الغيره ده شعور انساني كلنا بنحسه، بس الواحد لازم يبقى برضه ايمانه بربنا قوي، ولازم يبقى قلبه مليان بربنا، وانا على طول بقول كده علشان يعرف يعمل كنترول ده، او نعرف نمسك العصايه من النص، ولا نغير ان احنا نحقد الناس او نتمنى بعد الشر زوال النعمه عنهم، ولا نكون انانيين، ولا نكون انانيين، برافو عليك. دي مشكله تانية. وبرده لازم نبقى مقتنعين بحاجه، ان كل حد فينا عنده في حاجه بتنور كده، فدور على الحاجه اللي بتنور فيك ولمعها. ربنا ميزنا كلنا والله، كل واحد عنده ميزه دور عليها، هتلاقيك احسن من اي حد حواليك والله بجد. كده فحاول تدور جواك كده ايه الحته اللي فيك اللي بتنور ولمعها وظبطها، ما تقعدش تبص لغيرك بقى ايه ده عمل ايه، ايه ده سوى ايه، والنبي وعلى السوشيال ميديا يعني كتير قوي. دور لنفسك يلا. دور لنفسك.